إذا مشاهدي شوف تيفي، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات، كنحييكم من مدينة وجدة. إذا آخر الأخبار في قضية البي سي آر المزور، يعني الشبكة اللي كتشدات في وجدة، فيها مجموعة ديال الوسطاء، مجموعة ديال الأطباء، توصلنا ببلاغ يعني اللي فيه أحكام ديال البراءة وفيه أحكام ديال الإدانة. إذا أحكام البراءة الحبس النافذ في حق أعضاء شبكة التزوير اختبارات كورونا بمدينة وجدة. أتمنى أن تبارطاجيو معنا مباشر. إذا قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بوجدة نهاية الأسبوع المنصرم بأحكام بالحبس النافذ في حق 18 متابعا شكلوا جميعهم شبكة لتزوير اختبارات كوفيد 19 والتي تورط فيها أطباء وممرضون وحراس أمن خاص، وكانت المستشفيات المحلية بمدينة وجدة مسرحا لها. وأدانت ذات المحكمة المتورطين بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 7 أطباء وممرض بمدينة وجدة، كما تمت إدانة حراس للأمن الخاص ب6 أشهر نافذة. أما بالنسبة للوسطاء في هذه الشبكة فقد قضت المحكمة بالبراءة في حق 3 متابعين على خلفية هذا الملف. وتأتي هذه الأحكام بعدما تفجرت القضية خلال بحث أجرته المصالح الأمنية بمدينتي وجدة والناظور بتنسيق وتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني إثر ضبط مجموعة من المسافرين في النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية بالمملكة يحملون اختبارات مزورة لفيروس كوفيد 19، وهو ما مكن من إيقاف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية. إذن إخوان الأخوات، كما شفتوا تراوحت الأحكام يعني بين 4 سنوات و3 سنوات ونصف وسنة و6 أشهر وسنتين. إذا مجموع ديال تقريبا 80 سنة ديال الأحكام، مجموع ديالهم كاملين. إذا يعني القضية اللي تفجرات في أوت، اللي معناها هذه واحد تقريبا شهرين ديال تزوير تحاليل البي سي آر، يعني كتمشي نتايا إيجابي كيديروا لك الريزلتاب لأنه أنت سلبي باش تغادر التراب الوطني. وكانت هاد البي سي آر بطبيعة الحال موجهة ماشي للمواطنين العاديين، كانت موجهة للناس اللي كتبغي تخرج على برا، حيت كما كتعرفوا الإجراءات ديال 72 ساعة كاين بزاف تاع اللي كانوا عندهم الخدمة ومزيرين وهادي. إذا كان عنده حل واحد، أنه يشري شهادة مزورة. إذا واحد من الوسطاء شدات عنده 80 مليون وشي حاجة ديال الأورو بطبيعة الحال، كاين معاهم صاحب مكتبة، كاين أطباء، كاين حراس أمن، كاين وسطاء، كاين ممرضين، كاين طلبة، كاين على ما أظن طالبتين كلية الطب، وكاين زوج اللي تحكموا بالبراءة أو 3 ما أعتقد. إذا هذه هي الأحكام اللي صدرت في حق هذه الشبكة اللي شنو غادي نقول لكم، يعني اللي دارت واحد التجربة كبيرة، خصوصا من بينهم طبيب ديال فريق المولودية الوجدية بطبيعة الحال، بينهم طبيب اللي هو ديال فريق مولودية وجدة للأسف، وكان هو رئيس قسم مستعجلات. حنايا نتمنى الخير ان شاء الله، والله يهدي ما خلق. ورغم ذلك واحد الناحيه يبقاو كانوا في الصفوف الاماميه، يبقاو انهم اسدوا مجموعه ديال الخدمات للوطن، ولكن الله يهديهم خطوا هذا الخطا الفادح. الطمع كما كيقولوا حنايا طاعون بهذا المعنى هذا. للاسف كان نعرفوا منهم، يعني كانوا عندنا تما نعرفوا ناس اللي صراحه كانوا كيتعاملوا مزيان، وهذه رغم عيوبهم بهذا المعنى هذا، كانوا يرونديو دي سيرفيس ناس اللي مساكين ويقفوا مع ناس رغم عيوبهم بهذا المعنى هذا. ولكن هذه هي الحياه، اللي دار شي حاجه كيخلص بطبيعه الحال. اذا كما كنشوفوا حنايا مدينه وجده في هذه الاجواء الليليه، أشهر شوارع المدينة اللي هو شارع محمد الخامس،
الشارع الجميل أو ما كان يسمى سابقا بشارع فرنسا بطبيعة الحال. إذن هذه المستجدات ديال قضية الشبكة الإجرامية اللي كانت تزور بي سي آر. تبارك الله عليكم وشكرا جزيلا على التتبع، نتمنى أن تبارتجوا معنا هذا المباشر.